دي كل حاجه. تعمل ايه بقى البنت دي او اي حد اوفر ويت بشكل مبالغ فيه، ما عندوش اراده ما عندوش حاجه، بتنصحيه ان هو يبدا يعني الستارت بوينت بتاعته؟ احنا هنبدا ببيبي ستابس او خطوات صغيره. انا شويه يعني اللي خلاني اتخصص التخصص ده اني اتعقدت من كتر ما الناس متعقده من كلمه ريجيم، من كتر الانظمه الغلط اللي كانت بتتعمل اللي كلنا ما بنقدرش نعملها دلوقتي، زي ما قلنا مع نظام الحيوي اللي الربع الرغيف والبيضه المسلوقه وحته الجبنه ومنع كل حاجه في الدنيا وممنوع كل حاجه. الحاجات دي فعلا عقدت الناس، خلت واحده زي البنوته الجميله دي مش قادره تاخد الخطوه، يقول لك هيقرفوني مش هاكل حاجه خالص. البيبي ستابس اللي هقولها لها انها بس تقلل ربع الطبق بتاعها كل يوم، يعني مثلا بتاكل رغيف تاكل 3 ارباع. اوكي. باللي بتاكل. حلو. اول خطوه. اول خطوه بتاكل طبق رز قد كده وخضار وبروتين، تشيل ربع من كل. طب ولو احساس الشبع ما اتحققش؟ هيتحقق لانه ربع بس. جرادولي بقى يعني. جرادولي. انا بقولهاش من رغيف تاكل ربع، كده هتموت من الجوع، لكن من رغيف تاكل ثلاث، لان هي اصلا بتاكل اكتر من نيدز بتاعت جسمها. اوكي. فما بنقلل ببرسنتج بسيطه عمرها ما هتحس بالجوع. هنكمل بقى بخيار، طماطم، بتنجان مخلل، طماطم مخلله. لو نفسك لحاجه حلوه، لان معظم ممكن اخد حاجه حلوه مقننه، يعني مش لازم اكل قالب كيكه، ممكن اخد حته كيك. فهي هتاكل اللي بتاكله بتنظيم، يعني نقول ان انا عندي 5 وجبات في اليوم مش هزيد، ده فتح كلام. هاخد فطار غدا عشاء وحاجتين في النص، حته شوكولاته، حته كيكه، فاكهه، مانجايا، موزه، يعني اي فاكهه مسموحه مش ممنوعه كمان الحاجات دي. المانجا اوكي. طبعا طبعا، يعني على الاقل فيها فوائد، فيها مضادات اكسده وفيها فيتامينات وفيها الياف وفيها وفيها. اوكي. ومش هتزيد عن 5 وجبات. قاعد في النص تعمل ايه؟ لا معلش، ما احنا لازم نعمل شويه مجهود عشان نوصل للتارجت بتاعنا، هو مش بلا مجهود. عشان بس الناس تبقى فاهمه. هاكل طبق سلطه، هاكل خيار، هاكل قته، هاكل جزر، هعمل جرجير بمشروم بدراسنج ظريف، هاكل زبادي. يعني لو جاعت ممكن ازود بحاجات قليله السعرات وفيها الياف فتعلي المود. على فكره الاكل الصحي بيعلي المود، الناس برده مش فاهمه الحته دي. يعني كيمستري المخ وكل الكيميكال رياكشنز اللي في جسمنا بتحتاج ايه؟ اما بيكون حد اي حد عندنا عنده التهاب في الاعصاب بياخد ايه؟ حقنه فيتامين بي، صح كده؟ ليه؟ الفيتامينات والمعادن مهمه جدا جدا عشان نمشي البروسيس اللي بتحصل في جسمنا كلها، من حرق دهون للمود، الذاكره، لخلايا الكبد، لخلايا الملاعه، كل الحاجات اللي بتحصل في الجسم محتاجه فيتامينات ومعادن. الناس اللي بتبقى تخنانه قوي غالبا يقول لك يا باكلش سلطه، باكلش خضار، ماليش في الفاكهه، طب باكل بدلها ايه؟ كيكه، شيبسي، مياه غازيه، عصاير، سكر سكر سكر، نشويات. فالحاجات المضره للحاجات دي ما بتجوع اسرع. برافو عليك.